السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. قبل ما نبدا الفيديو، لاحظت ان 90% من الناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي ما دايرينش ابوني لاشين. نتمنى منكم تدعموني وديروا ابوني لاشين وديروا جيم لي فيديو ديالي باش حتى انا نتحفز وندير فيديوهات اكثر. اما بالنسبه للموضوع ديالنا اليوم، جيت نهضر على الناس اللي تسجلوا في موقع تضامن كيفاش غادي ياخذوا فلوسهم. انقسموا لجوج الناس، الناس اللي دخلوا الريب ديالهم والناس اللي ما عندهمش كونت بونكير. المهم نبداو بالناس اللي خداو الريب ديالهم. غيجيهم ميساج ان راه توصلوا بالمبلغ المالي في الكونت ديالهم، ونتمنى من الناس يصبروا حيت غيوصلوا لنا شويه بشويه، ماشي كلشي غيوصلوا في نهار واحد. هذا ما كان. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كونت بونكير، غيوصلهم ميساج بحال الناس اللي وصل للراميد، غيوصلهم المبلغ اللي غياخذوا، واحد الكود اش من بنكه اللي غادي يمشوا ليها ولا اش من اجونس اللي غادي يمشوا ليها باش ياخذوا فلوسهم. بالنسبه اللي غيمشي لابونك، كيف ما الناس ديال الراميد، غيدي داك غيمشي للكيشي يدير السحب بدون بطاقه، يدخل داك الكود، غيعطوه يقول ليه دخل واحد الكود اخر، يدخل دوك اربعه الارقام الاخرين من نمره لاكارت ديالو. هذه راه باينه وشرحناها في الفيديو اللي قبل. وحتى الناس ديال اللي قالوا لهم سيروا لاجونس ديال السحب، غيدو معاهم لاكارت وداك الكود صافي باش ياخذوا الامانه ديالهم. هذا ما كان. نتمنى ان الفيديو عجبكم وفادكم، ولا المهم اللي ما عرفش هذه المعلومه فاتو، والناس اللي عارفين يبارطاجوا مع الناس اللي ما عارفينش. تهلاو في راسكم.